السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم زهره العزيز رئيس جمعيه رؤى التكنولوجيا، واليوم جينا عند الصديق ديالنا يونس بن روين اللي ديما مرونه كان معنا في المجموعه وكان ديما النشاط. واحد لقيته غبر، سولنا عليه قلنا ليه علاش غبرتي؟ قال لك التليفون ديالي مشى. باش كان تيدير لينا التبرزيط مشى ليه التليفون. ياك ها يونس مشى ليه التليفون، ما بقاش خدامه فيه الطاكسيين، ما بقاش خدامه فيه لافيشور. ها هو لا اله الا الله، مسكين وتقطع خدامه فيه غير لهم اللي صنع عليا نجاوبو اللي بغا يخسر فلوس يصوني عليه ياك. وحنا في الجمعيه والله لا صديق ديالنا عزيز علينا يونس، وديما هو سباق دائما تعاون المكوفين ضعف البصر. ما كاينش شي حد تي عنده شي مشكل في التقنيه ويونس ما يجاوبش، ضروري ما يجاوبش. كان في اندرويد ولا ايفون ولا في يوتيوب ما عنديش المشكل، دائما تجاوب. يعني ملي كنجاوب انا شي واحد هو كيستافد انا كنرتاح نفسيا. احسن حاجه وللتذكير يونس بن روين عنده قناه ديالو على اليوتيوب اللي هي تبادل المعلومات التقنيه ايشونج تك. عاونوه تابوناو معاه وشجعوه، فيها بزاف ديال المعلومات اللي تفيد المكوفين ضعف البصر وغير المكوفين ضعف البصر. داكشي اللي كاين، معلومات تقنيه، ترفيهيه، فنيه، دينيه، كلشي فيها. اللهم لك الحمد والشكر. وحنا في الجمعيه اليوم قررنا ان نجيبوا ليه تليفون باش يرجع عاوتاني برزتنا في المجموعه. الا 21 اس سامسونج، لان تنظنوا ان الا 21 شركه سامسونج هي اللي التليفونات ديالها الاقرب للمكوفين ضعف البصر، الاقرب والاسهل والانسب واكثر سلاسه في امكانيه الوصول. لذا هكا خاي هذا التليفون ديالك. الله يجازيك بخير ربي في عينك. هاي الكرتونه خشي هنا في كرتونته. مرحبا، وحنا فرحانين. وبهذه المناسبه تنشكر كل من ساهم في هذا العمل، لا من قريب لا من بعيد. وتحياتي هذاك الشيء كلمه اخي يونس، تحياتي لاعضاء الجمعيه والرؤساء ديالها، تحياتي لكل المتتبعين، وكنتمنى التوفيق للجميع، ونتمنى انكم ما تنساوش انكم تابوناو وتساهموا في نشر الوعي والثقافه على اوسع نطاق ان شاء الله. شكرا جزيلا. كان معكم هذا الزهري عبد العزيز رئيس جمعيه رؤى التكنولوجيا، الصديق يونس بن روين. وهذه الفرحه ما كاين، انا عجبني الحال وفرحت بزاف لان الناس يونس غيرجع عاوتاني للمجال التقنيه لانه فعلا كان غبر علينا غير البلبله. مرحبا على راسي. تحياتي. مرحبا تحياتي.